سؤالها الأخير تقول: رأيت إحدى النساء تشتري ذهبا من السوق، ولكن عن طريق تبديل الذهب الموجود معها القديم بذهب جديد، ودفعت زيادة نقدية. فلما سألتها عن ذلك وأخبرتها أن مثل هذا العمل يعد ربا، قالت أنها ما دامت دفعت زيادة نقدية فلا يكون هذا من قبيل الربا. فما رأيكم، وهل ما تقوله صحيح أم لا؟ كما أرجو توضيح هذه المسألة بالتفصيل، لأنها تشكل على الكثير وقد يقع فيها الكثير من الناس. هذه المسألة لا تجوز أن يبيع ذهبا بذهب ومع أحدهما دراهم، نعم، لأن هذا هو الربا. ما دام الوزن واحد يعني؟ نعم، ما دام وزنهما واحد، سواء كان وزنهما واحد أو وزنهما مختلف، المهم إذا باع ذهبا بذهب فإنه لا يجوز أن يجعل مع أحد ذهبين دراهم. نعم، لا يجعل مع أحد ذهبين عوض، سواء كان دراهم وغير دراهم، يعني يجعل معه شيء من غير جنسه، لأن ذلك هو الربا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك كما في حديث القلادة. فإذا أراد الإنسان أن يستبدل ذهبا عنده بذهب آخر أحسن عنده من ما عنده، فإنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويقبضها، نعم، ويستلم الدراهم، يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويسلم الذهب للمشتري ويستلم الثمن منه، ثم يشتري بهذه الدراهم ذهبا آخر حسب رغبته، حتى لو كان من عند نفس المشتري. حتى لو كان من عند نفس المشتري، ما دام حصل التقابض، حصل التقابض في الأول وفي الثاني، يعني باع عليه الذهب الأول واستلم القيمة، ثم اشترى بهذه القيمة منه ذهبا آخر وسلم، وحصل التقابض في العقد الأخير أيضا، فلا بأس بذلك. لكن نعود لأول الكلام، وهو قولكم الذهب بالذهب حتى لو كان فيه زيادة في الوزن أيضا لا يجوز أخذ العوض، إذا قلنا إن هذا العوض هو مقابل هذه الزيادة في الوزن. إذا بيع الذهب بالذهب وجب التساوي والتقابض، فلا يجوز أن يزاد أحد العوضين على الآخر، إما بذهب وإما بشيء آخر غير الذهب. الزيادة ما تجوز لأحد العوضين على الآخر، كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس، لا بد من التقابض في المجلس. نعم.